نعم جربت البلاي ستيشن في ار الجديد. خليني اعطيكم اهم انطباعاتي الاولى عن هذا الجهاز اللي جايب معاه الكثير من التطور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف، ونعم هذا هو الاول، الاصدار الاول. اذكركم كم حاجه قبل ما نبدا نشوف الاصدار الثاني وتجربتي اللي كانت بالفعل جميله. كان في بوكس غريب يجي معاه، هذا البوكس يتوصل فيه مجموعه كيابل، كان نفس الجهاز يطلع منه الشريط فيه نقدر نقول بلجين هذول هم. كان ايضا الاصدار تقريبا 2016، اعلان كان 2015، 16 كان اصدار رسمي، وايضا 2017 كان النسخه المطوره شوي. والبلاي ستيشن في ار الاول كان يشبك على البلاي ستيشن 4 المطور، يظل التقنيات اللي هنا مو زي اللي بالبلاي ستيشن 5. فواقعيا لما جيت اجرب نفس البلاي ستيشن في ار الجديد حطيت هذه الامور في بالي. اتكلم على بلاي ستيشن صار له سنتين في السوق، قوه جدا عاليه من الاداء، وتوقعت انه الفي ار 2 يجيب معه الكثير من التطور. الحين خليني اقول اول شيء انطباع الاولي باللعبه. النسخة هذه بسعرها حتخليكم تدخل إلى هذا العالم بشكل رايق، وفعلياً إلى الحين ما بدأ التفاعل الكامل مع اللعبة يظل في فرق، وكاني فورايزن بالفعل من ناحية أنك تشوف اللي أنت ودك تشوفه بالفيلد، شيء جداً رايق. كمان ترى أرجع وأقول المكانية، فأنا لما أرجع خطوات أنا الحين مثلاً في منظر موجود في ساحة، لما أتحرك فأنا قاعد في نفس اللعبة قاعد أتحرك فيها، فهذا أمر دائماً حسن بنفس اللعبة يعطيك الحس الكويس في ألعاب الفيرتشوال رياليتي. شيء جاء في بالي لما رجعت مسكت الـ VR1، هذه نوعاً ما ترى خف من اللي موجودة هناك، نوعاً ما كنت متوقع أنه اللي هناك ماسكها خف، بس ما أدري أحس هذه النظارة هنا أخف ولكن هذا أثقل. هذا الحزام اللي كان موجود عندنا بصراحة قرواش مسألة الشكل والمبدأ، ولكن شيء كويس. أيضا الجهة الأمامية كانت تعطي تثبيت أصح على طول من الحين، ولكن الحين صار فيه عزل أفضل ويبغى لكم تثبتوا أكثر بالمدة نفس الجهاز. وبرضه لما رجعت لبست هذه لقيت أنه الوضع نوعا ما مو مريح. ليش؟ الزاوية اللي انتم شايفين هذه، هذه اللي تمسك شعري والزاوية اللي موجودة هنا، فهناك كانت أحسن. أحد الأشياء اللي على طول يمديني ألاحظها أنه فعلياً لما أتكلم على مسكات اليد أفضل من ناحية الحساسية، وجودي أنا هنا يخليهم يتفاعلوا معي، فإذاً أيضاً البروكسيميتي المكانية في اللعبة موجودة. أضيف إلى ذلك أنه مسألة الوضوح جداً واقعية وممتازة، مسألة الفوكسات ما الفوكسات تعطيكم الحس الطبيعي للأولد بغض النظر على أنه مو كل شيء صافي وبرفكت، لا، الأشياء اللي أنت تحتاج تشوفها صافي كأنها شاشة فعلياً أنت قاعد تشوفها. Field of view أو field of view المكان اللي قاعد أشوفه أفضل بكثير من أول، فحاسس إنه ما هي بلعبة يت أشوف ذيل النظارة. لا ننسى إنه العين نفسها 122 درجة، فهنا 110 درجات تظل أفضل بكثير من 100 درجة اللي كانت موجودة في النسخة الأولى. الوزن أفضل بكثير كون إنه عندي الحرية هنا في التحكم، فشايف يديني وشايف مختلف الجستures اللي قاعدة تصير. في كاميرا داخلية يسموها inwards camera، ال inwards camera هذه قاعدة تشوف عيوني وأنا طالع، وفي لها نظام calibration، وبالتالي يصير فعليا التفاعل معها أفضل. حتى الكاركترز الشخصيات لما تطالع علي وأنا أتحرك تصير عيونهم تمشي معي. اختيار المنيوز حتى بدون استخدام اليدين بالنظر، وهذا شيء جدا ممتاز وحسن. طبعا لازم أرجع أذكر الشاشة هي OLED 4K، المفروض أول كانت OLED ولكن Full HD نوعا ما. في هيبتك فيدباك موجود، نتكلم على اليدين وأيضا من الجهة الخلفية للرأس. الجهاز نفسه في pass through زر على طول بكل سهولة، أول ما تضغطه يوقف لك اللعبة وعلى طول يعطيك حس أنك تقدر تشوف اللي حولك. ولقيت أنه pass through أجمل بكثير من نقدر نقول بعض النسخ من الأجهزة الأخرى المنافسة اللي أنا جربتها. ليش أقول كذا؟ ما يعطيك حس كبير بأنه أنت قاعد تشوفه كاميرا، لا تشوف الشخص قدامك تقدر تطالع عليه. فإلى الحين منظور أولي حسسني أنه نعم مرت 6 سنين، وبالفعل 6 سنين هذه خلت سوني تستفيد من التقنيات بشكل جدا كبير. كيبل واحد ما فيه ذاك القروشة اللي كانت موجودة أول، تذكرون الكيبل الكثيرة اللي نحتاج نسويها فقط أساس نسوي الإعداد لنفس الـ PSVR الأول. الشيء الثاني طبعا هأكد لكم نوع الكيبل البلغ وش النسخة حقته. أصلا البلاي ستيشن يدعم 3.2 كمنفذ الأمامي، فإن شاء الله الكيبل بما أنه مشبوك عليه أتوقع أن هذا الأمر حيكون هو نفسه مطابق. شيء في خاطري بما أنه الكيبل جاي 3.2، إلا ما تبدأ مستقبلا نشوف إكسسوارات تخليكم أيضا إيمرست بشكل أكبر ولاسلكيا جيو، أتوقع من بلاي ستيشن نفسه.
لو نجي على شكل الايادي نفسها، توقعت انه فصل نفس يد التحكم الدول سنس الى قطعتين حيكون امر صعب للتعود، ولكن خلال اللعبه والارشادات اللي صارت فعليا لقيت الامر سهل في التبني. ايضا لا ننسى انه شكلها بصراحه جدا رائق، مع استخدام نفس الخيط تعرف انه الامر مؤمن بشكل جدا كويس، والاتصال حقها بشكل لاسلكي يكون مع الخوذه، فبالتالي حتى لو كنتوا بعيدين عن الشاشه ولافين هتلاقوا ان الاتصال ما زال موجود، على عكس النسخه الاولى واللي كان في ايادي الموف ان لم تراها الكاميرا فحتعرف انه ايديكم في نفس المرحله حقت او اللعبه اللي قاعدين تلعبوها راحت. ولو تكلمنا على الخوذه وطريقه تركيبها، فيمديكم تسحبوا الجزئيه للخلف وايضا بعدين تشدوا الخوذه بالبكره اللي موجوده وراء، ولا ننسى انه الجهه الاماميه يمديكم تسووها على وجهكم بزر ذا تضغطوه بعدين تسحبوا الأمام والخلف على أساس أنه تعطوا عزل مرة ممتاز للإضاءة. على سيرة العزل، في قطعة السيليكون هذه اللي موجودة كبيرة ومزعجة كمنظر، ولكن لما تلبس النظارة لقيت أنه فعليا قاعدة تحجب عن الإضاءة بشكل جدا كويس رغم المواد حقتها، وما أزعجتني بشكل ملحوظ أبدا. النظرة الأولى رائقة، ولكن في أشياء لسه في بالي كثير قاعد أستفسر عنها. مثلا لو تكلمت على مدة التأخر، هي رائقة وممتازة أنها 8 ملي سكند. طيب كيف مدة التأخر حتكون لو فعليا عكسنا اللعبة على الشاشة؟ الناس اللي قاعدة تتفرج هتلاحظ أنه في تأخير. أيضا الشاشة والدقة اللي تطلع فيها في الباس ثرو، هل حتكون نفس الدقة الأساسية أو لا؟ أيضا لو تكلمنا على مدة اللعب من خلال شحنة واحدة لليدين، ولو تكلمت فعليا على البلاي ستيشن حنسمع أصوات المراوح وحيبدأ يكرف بقوة أو لا مع اللعب لأكثر من ساعة. هنا أعرف أن التجربة الممتدة حتعطيني إجابات أفضل لهالأسئلة وكمان الأسئلة اللي موجودة من عندكم. هنا لازم أقول لكم أنا بحين قاعد ألمس موية من فوق القارب لنا فيه. شايفين لما يعطيكم فيلد لازم تسوي اعدادات لنفس المجال حقكم، فكل ما كبر المجال كل ما كان افضل. هذه تجربه واضحه انها موجوده هنا، لانه لما ابعد عن الجزئيه هذه ابعد عن المكان نفسه الاساسي اللي انا موجود فيه، وبكل بساطه يطلع لي انه ترى انت تقرب من الخروج من اللعبه، وهذا امر جدا كويس. كل ما كان عندك اتساع اكبر في المكان كل ما الموضوع افضل. لازم اذكر بلاي ستيشن دائما في كل المنتجات حقتها تراعي انه الفائده تكون للجميع، وتحذر وتوضح الأعمار الصحيحة. اللعبة هذه المفروض أنها تكون 12 سنة وما فوق، اللي تحت 12 سنة وهذه ما مفضل لهم أبداً. Holding breath underwater. Can I swim? I can literally swim. Oh no, okay, going to the stairs. بعدين دحين يمديني استخدم اليدين هذول. الحين خليني أتكلم عن أيادي التحكم. أنا قاعد أطلع درج، فتلاحظوا أنا دحين قاعد أسوي كذا، الدرج قاعد أتحرك أنا نفسي على الدرج، طلعت فوق. أروح التجربة اللي بعد. انتقلت هنا، الحين ابغى امشي hold the buttons الاثنين هذول، اوكي اضغط على الاكس واضغط على الاو، قاعد يوضح لي كل شيء وشايف اليدين في اللعبه لما ابغى تظهر. بعدين تنتقل يديني، اسوي كذا امشي، لقيت هنا واحد فمثلا قاعد اروح له، اوكي تاكل خلاص ما في داعي كمل فكذا، اي كذا منظور جري طبيعي اكثر، كذا السباحه اللي تو امشي زي كذا، اوكي لازم اصير ضاغط عليهم continuously واروح لنفس الدرج. الاثنين اللي هنا moving backwards yes ضغطتين، طبعا كل لعبه على حسب، ولكن هذه اللعبه ضغطه زي كذا ادف للامام سير اقدر ارجع backwards، ضغطه hold the buttons ارجع لورا واترك. ممتاز. نقطتين كمان تجي في بالي. اولا مع الاطلاق هذه المره متوقع يكون في اكثر من 30 اسم، فتخيلوا انكم تلعبوا جراند توريزمو بنفس الدقه العاليه بس مو بشاشه، ولكن فعليا تكون انتم في السياره. هذا شيء جميل، خاصه مع وجود الحركه من خلال نفس القياده، وليس انكم ثابتين ايش ما يتحرك جسمكم ما تلاقوا نفسكم تتحركوا في السياره. المفروض بالنسبه لي حسي ما جربت لسه، انه اذا انا قاعد اسوق واسوي كذا اقدر اطالع من الشباك. هذا المفروض مع جيل جديد من نفس الفيار. هنا كلايمينج تسلق نفس الشيء، خلنا نقرب الجدار بعدين امسك يديني. طيب ما ابغى امسك هنا اوكي اقدر، which is nice. هذه هي على اساس انه تجربه ديناميكيه اللعبه نفسها، ان اللعبه نفسها تفاعليه ما تفرض عليك اماكن محدده انك لازم تتفاعل معها. فعليا قاعد اتسلق الحين، this is fun. طلعت فوق، this is nice. الامر الثاني، قاعدين نسمع بعض الاخبار انه البري اوردرز ما كانت عاليه. اوكي انا فعليا قاعد احلل الامور من نفسي، بلاي ستيشن اصلا ما عارفين بقول هذا الكلام. لو جيت وحللت الامور، جهاز البلاي ستيشن كجهاز ترفيهي بنسخه البلاي ستيشن 5 ممتاز،
ليش اصلا اجيب له اكسسوارات خارجيه واشوف الحاجه لهذه الاكسسوارات وانا ما اعرف الاسماء والتايتلز اللي مربوطه فيها؟ فاقدر اشوف من منظوري انه اكثر اللي طلبوا البلاي ستيشن في ار بنسخه الثانيه هم فانز لريزيدنت ايفل، هم فانز ايضا لجران توريزمو مثلا، هم عاجبهم هورايزن ودهم يخوضوا تجربه هورايزن بعد ما شافوا الاعلانات. اسماء كثيره موجوده غير ماوس ما لنا فيها كثير، نبغى نعرف عنها اكثر عن خوض اللعبه، يمكن بهالطريقه هنلاقي انه المبيعات زادت. والوضع الاقتصادي اصلا في العالم يخلي انه مبيعات ما قاعدة تتأثر بشكل ايجابي مع كل القطاعات، بس يظل. هل بالفعل بيؤدي البلاي ستيشن في ار بنسخته الثانية اداء قوي؟ متى بالنسبة لي بتعلن بلاي ستيشن عن اكسسوارات الارسال اللاسلكي اللي تكون منهم وتعطي ليتنسي ايضا ممتازة؟ متى يبدأ الاعلان عن المنظومة الترفيهية، المحتوى اللي يتم مشاهدته من خلال الـ VR2؟ أشياء موعدين فيها، وأكيد في تفاصيل نفس المنتج بتشوفوا التجربة التفصيلية وأيضا تشوفوا الأنبوكسنج وكثير من الأمور في النسخ الخاصة اللي جايبها من مختلف أماكن العالم بإذن واحد أحد. في نهاية الفيديو كل فيديو تابعوني، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودائما قيموا احتياجاتكم واختياراتكم، وأذكر بحاجة يا جماعة، الجهاز 12 سنة وما فوق، 12 سنة وتحت أو تحت 12 سنة ما يستفيدوا منه، يؤذيهم أكثر ما يفيدهم. أشوفكم على خير.